وكان الحزم في التربية أيضا موجود فيما يظهر من خلال شخصية والده وشخصية والدته. نعم. حتى أن الوالد يروي لنا دائما بأن في يوم من الأيام، طبعا والده مزارع، نعم، فكان في يوم من الأيام يعني الوالد رحمه الله، نعم، يسقي الزرع، نعم، فأتقن يعني غلق الأجالة أو الصوار نحن نسميه، فيعني ظن أن والده سليمان بن جمعة سيفرح، فلما رآه رماه بالطوب بالطفالة قائلا له لا تظن نفسك ستصبح بيدار. نعم. يعني نظرة الوالد أن لا مجال لك في الزراعة فأنت لشأن أكبر من كان ذلك. كان والده يشغف، نعم، ويتأمل أن يكون لابنه طريق آخر، علم طريق علم من الأعلام. نعم. 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 في يوم من الأيام كانوا في زيارة هو وبعض أعمامه، نعم، في زيارة إلى نخل، نعم، في الباطنة، نعم، فكانوا يذهبون من خلال طريق الجبل الأخضر. جميل. وفي الطريق سواء كان في ذهابهم أو إيابهم، نعم، في الطريق استضافهم أحد، ويعني من المعهود في ذلك الوقت، نعم، زين، أن الناس يعني يقرؤون في مجالسهم خصوصا، نعم، الكتب التي فيها الأشعار مثل، نعم، جوهر النظام، نعم، زين، فكان جوهر النظام موجود، فقدم، نعم، لأحدهم فقالوا سعود بن سليمان هو الذي سيقرأ، نعم، فأخذ يقرأ لكنه لم يتقن القراءة، نعم، فقال له يعني الذي استضافهم، نعم، يقول لك كندي أو كنود وما تعرف تقرأ. سبحان الله. تلك الكلمة أو تلك العبارة يعني كان لها وقع كبير جدا في نفس الوالد. نعم.